قولة مرة جديدة إليك فيما يتعلق تحديدا بالهجمات التي تستهدف محيط المستشفيات، أي تطورات أو تفاصيل حول ذلك؟ لم أستمع إلى السؤال جيدا، الصوت يتقطع. ما الذي يجري في محيط المستشفيات؟ التلفزيون الفلسطيني منذ قليل كان يشير إلى هجمات صاروخية جديدة في محيط مستشفى القدس، ما هي الأنباء من هناك؟ نعم، هناك عدد من الغارات الإسرائيلية التي سجلت في محيط المستشفيات الفلسطينية، تحديدا مستشفى القدس ومستشفى الأندونيسي. كلا هذين المستشفيين تعرضا إلى وابل من الصواريخ الإسرائيلية في محيطهما، مما ألحق أضرار جسيمة، وخاصة مستشفى القدس والذي نشر عددا من الصور المتعلقة بأروقة وأقسام هذا المشفى والذي تعرضت إلى أضرار جسيمة فعليا، من بينها غرفة عناية مكثفة كانت ترعى أحد المصابين المتواجدين داخلها وقد أصيب بالفعل في أثناء هذه الغارات الإسرائيلية، مع التأكيد على استمرارية تقديم الخدمة الطبية ولكن بالحد الأدنى بطبيعة الحال نتيجة لهذه الغارات ونتيجة أيضا لبدء انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المستشفى وعن أروقة هذه المستشفى، بالإضافة إلى أن هذه الخدمات أيضا تتأثر في المستشفيات الأخرى نتيجة لهذه الغارات. وبشكل واضح مستشفى الأندونيسي يعلن بأن لديه أزمة حقيقية فيما يتعلق بكميات الوقود وبوجود التيار الكهربائي والذي يساهم بطبيعة الحال في عمليات إنقاذ حياة المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن الأرقام والأعداد التي تصل تفوق القدرة الاستيعابية الحقيقية لهذه المستشفيات بأربع أو خمس مرات في بعض الأحيان. لذلك هناك كارثة تتعلق بالواقع الطبي والصحي في كافة مستشفيات قطاع غزة وليس فقط المستشفيات التي تتعرض إلى هجوم مباشر أو غير مباشر.